Let's go. كم تصنيف هذا ضد الشباب اللي ما انتبه صراحة؟ كم تصنيفه؟ What's the rating of my opening؟ تعال حارس حارس تعال يا شوف 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 المثلث شوف المثلث حارس غبي اللعبة غبية مئة وخمسين نعم ممتاز سريع اوضح هسه شوي هذا الخصم
صح، قول لي كيك اوف يا حبيبي، خلاص خلصها. وتاخذ على الراحة شوي. بقينا شوي عليه بس. No, I'm not joining Discord. Well, not every time Discord, not every time. ما صوره هرنانديز، شوفوا يا هرنانديز عام، حرام عليك يا هرنانديز، شكله تعب 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 وطالع.
لعب عرق روح. يعني مشكلتي مع المهاجمين، مع المهاجمين اللي يلعبون نفس بون باستن، مع تلاعبهم سلاح ضدك يصبحون سريعين، سبحان الله. قصة هذا البلوك يعني، هذا ايش قصة البلوك يعني؟ آخر دقائق بلوك حقيقتين بس. شوف التعادل، شوف التعادل، يا الله اقسم بالله اللعبة حرام التعادل.